بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصفة سهلة، مكوناتها سهلة ومتواجدة في كل بيت لتفتيح المناطق الحساسة الداكنة. هذه الوصفة صالحة للبنات كذلك، ليست فقط للمتزوجات، لأن مكوناتها كلها آمنة وليست لها أي أعراض جانبية. نحتاج في هذه الوصفة إلى المكون السحري، هو النشا، نشا الذرة أو الكورن فلاور، نشا الذرة المايزينا الكورن فلاور. نحتاج لملعقة طعام كبيرة. إذا كان السواد عندك شديد ضاعفي المقدار واستخدميه، لأن الخلطة صالحة لمدة شهر كامل. نأخذ ملعقة طعام، قلت ضاعفي المقادير حسب الرغبة. المكون الثاني هو زيت الزيتون، نأخذ ملعقة شاي صغيرة من زيت الزيتون، يفضل أن يكون زيت زيتون أصلي. وكذلك نأخذ ماء الورد ونخلط المكونات مع بعض تدريجيا حتى الحصول على خلطة شبه كريمية بهذا الشكل. استخدمي ماء الورد المتواجد عندكم، أي نوع ماء الورد، حتى وإن كان ماء الورد المخصص للمطبخ، يساهم بشكل كبير لتفتيح المنطقة مع إعطاء رائحة عطرة، لأن هذا الماسك يستخدم مرتين في اليوم، يستخدم صباحا وليلا قبل النوم. هذه هي الوصفة. على منطقة نظيفة يجب دائما تنظيف المنطقة بالماء والغسول المناسب. تجفف المنطقة جيدا ويدهن هذا الكريم على كل مناطق السواد بين الفخذين. يمكن استخدامها كذلك للإبط والركب والكوعين. يدهن جيدا في الصباح، يترك من ساعة إلى ساعتين، وبعدها يشطف بماء فاتر، والترطيب بعده يكون إن توفر لديك جليسيرين طبي. ضعي بعض القطرات من الجليسيرين الطبي وادهني المنطقة جيدا. كرري هذه الوصفة كذلك ليلا قبل النوم للحصول على نتائج سريعة. من أسبوع ستلاحظين الفرق. ليلا قبل النوم توضع حتى الصباح ويغسل بماء فاتر، وبعدها كذلك يجب الترطيب بالجليسيرين الطبي إذا توفر عندك. إذا لم يتوفر عندك الجليسيرين الطبي، رطبي المنطقة بزيت الورد أو زيت الليمون. هذه الوصفة قلت صالحة حتى للبنات، ليست فقط للمتزوجات، والحوامل والمرضعات كذلك يمكنهم استخدامها، آمنة وليست لها أي أعراض جانبية. هذه الوصفة صالحة للاحتفاظ بها في أي مكان عندك، في المطبخ أو في الحمام أو في أي مكان عندك بالبيت، في علبة محكمة الإغلاق لمدة شهر كامل. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.